أبطال كأس أمم آسيا الأخيرة أو لاعبين أجانب محترفين كانوا كبار كانوا حاضرين دائما وأبدا في كل مشوارهم، منهم النجم الكبير النجم المغربي المهدي بن عطية، نجم يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وروما الإيطالي، حاجة فوق الوصف. حتى مدرب فريق الدحيل المدرب فاريا كان مساعد لجوزيه مورينيو لمدة 15 سنة وكان رفيق الدرب له في كل انتصاراته. موعد مع قمة القمم الدحيل والسد الجولة رقم 9 وبراعم وناشئين نادي الدحيل في لفتة جميلة ناديت بها سنوات وسنوات. سعيد بأن أنا شايف براعم نادي الدحيل بمدربيهم حاضرين في المدرجات بزي ناديهم يشوفوا ناديهم وفريقهم، ولما لا واحد واثنين بل وعشرة منهم يكونوا مستقبلا. كانت قديمة شوية كانت قديمة. سمير نصري نجم طبعا الفرنسي الى جابي هيبص ناحيه الشمال الى اكرم، استلم بحركه مهاره ماسكها برجليه ولا بايديه، لا 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 مش معقول مش معقول يا جماعه، ده بيجري بيها برجليه ولا بايديه؟ الحرفيه والتقنيه العاليه دي تعود من تاني للزعيم. اقصى اليمين على طول الى بغداد بنجاح، العرضيه من بغداد عملوها واول اهداف سجلوها باقدام حسن الهيدوس. ينجح النجم الكبير في تغيير مكانه بحرفيه تكتيكيه مثاليه ليتقدم الزعيم باول اهداف اللقاء. كره قدم حديث، كره قدم حقيقي لن زراعي، كره قدم حقيقي. راس الحربه اصبح جناح والجناح اصبح راس حربه، الجناح اصبح راس حربه في لمح البصر. اي والله لمح البصر كره قدم جميله يقدمها السد. شوف بغداد وحرفيته، شوف الهيدوس وتكتيكه وذكائه وتحركه. ادي ادمنسون حل من الحلول بل اهم الحلول، يبحث عن اول جول، العرضيه الجميله يا ولد ضربه جزاء، قال له لا 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 على نام تاي هي مفتاح اللعب الكبير، لكن نادي السد وتشافي قال لهم لا انا معايا اكتر من مفتاح، انا مفتاحي مش نام تاي هي بس. وجود احمد ياسر بالمناسبه عادي جدا، يعني ايه عادي؟ يعني ممكن يرجع يلعب ثلاثه ورا. ادي العرضيه تاني، يا ولد خادع. شوف لعيبه نادي السد عاملين اتساع في الهجوم ازاي، شوف عاملين اتساع في الهجوم ازاي. كعب رجل تاني، بغداد تاني، ولكن مهدي بن عطيه، ولد فاول ولا ايه؟ انذار ولا ايه؟ ضربه جزاء ولا ايه؟ في دفع بالايد يبدو ذلك، لكن في وقت اللعبه بتحتاج خناقه، هي اللعبه دي، هل دي ضربه جزاء ولا لا؟ ادي الدخول القوي القاسي في اللعبه الاولى على بغداد، لكن دخول قوي وشرس. هنا الكلام، هنا الاحتكاك. طارق سلمان كان ذكي انه ثبت رجله، وميمي مهند علي نجم منتخب العراق طبعا واحد من المهاجمين اللي امتعونا الحقيقه في كاس امم اسيا الاخيره مع منتخب العراق، وان شاء الله. ادي المعز علي على طول الى مونتاري بقى في الشمال، دليل المعز فرصه، ضربه جزاء نعم ضربه جزاء يا ولد. يا سلام على مونتاري ويا سلام على المعز، قولوا لي ليه؟ لان الاثنين عملوا شيفتنج مع بعض، مونتاري اصبح كانه جناح شمال والمعز اصبح كانه انسايد رايت بلغه كره القدم القديمه. ودي الانفعال الكبير من سالم الهجري لينجح المعز علي في الحصول على ضربة جزاء. نعم سالم الهجري هو من النوع اللي بيعلق رجله بيضمن الحارس راح فين. بص اهو سحر مونتاري. التعادل نعم خامس اهدافه، يحقق اهم اهدافه ويتعادل مع الزعيم 1-1 بكل هدوء وبكل ثقة وبكل تأني. اقدام مونتاري تغني وتعزف لحن الدحيل المفتقد. بص الثقة اللي عنده بيضمن ان الحارس خلاص نام في ناحية او اتجه لناحية او اتثبت في ناحية، يروح حاططها في الناحية التانية على طول بكل هدوء بكل ثقة. وكان لاعب كبير قال عنه بوركيبيو انه لاعب اكرم. ادي الكرة الارضية الجميلة اللي اتعملت لاكرم عفيف. شوف المساكني اللي لو نزل الدنيا هتتغير طبعا. ادي المساكني نزل، واحد من افضل لاعبي الوسط المهاجمين في الوطن العربي كله طبعا. حتى الان شفنا هدفين، وده اللي اتقال الحقيقه في الاستوديو التحليلي من خالد الفضلي، قال 1-1 والثاني. لا يا ولد لعيب
لعيب كريم بضياف من ركنية رائعة بأقدام إدملسون ينهي الشوط الأول حتى اللحظة بالهدف الثاني لمصلحة الدحيل. تقدم الزعيم وعاد الدحيل بهدف ثم سجل ثاني هدف. ضربة راس صعبة على الحراس. نعم 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 هدف يرفع الراس بالفعل. الله 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 التوقيت مثالي وجميل. التوقيت مثالي وجميل. تدخل غرفة الملابس وانت كسبان 2-1 غير 1-1 للدحيل. يا سلام يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. كريم بضياف رغم الرقابة اللي موجودة من بغداد بنجاح إلا أن كريم سرق خطوتين لقدام. آخر فوز للدحيل في الدوري كان 1 مارس 2018 جولة 19 بنتيجة 4-3. أما الآن مع نهاية أحداث الشوط الأول في حاجات كتير حلوة يعني ما بين تغيير في طرق اللعب، تغيير في أماكن اللاعبين، تحضير لاعبين للاعبين منافسين بقدرات خاصة. المغربي المهدي بن عطية إلى خالد محمد أحد الشبان الموهوبين. خالد تغيير اتجاه اللعب المهدي بن عطية قطرية رائعة جميلة إلى إدملسون. إدملسون وطارق سلمان. إدملسون يصوت ولكن طارق سلمان وكريم بضياف يا 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 تصطدم تصطدم بالمساكني وكأن المساكني هو حائط صد وكأنه حائط صد. بص السقوط على الأرض وقع لوحده المساكني فعلا اتزحلق وكانت فرصة كبيرة جدا جدا للهدف الثاني ولكن المساكني يقوم بالواجب وزيادة. المساكني وكأنه حارس تاني لمرمى نادي السد. انطلاقة تاني هقول لكم التأخير في الدفاع المقصود بإيه أو لو جت لقطة. أدي بغداد يا ولد لعيب يا ولد لعيب يا ولد لعيب إلى أكرم. يا مهدي يا مهدي يا مهدي. نعم هو المهدي المنتظر لهذه اللقطة. لقطة تنتظر مهدي بالفعل النجم الكبير اللي تألق وأبدع مع ست الكل مع ست الكل. وكنا بنقوله بصوت عالي جاءنا الخبر العاجل اليوفي 6 بـ100 راجل. أمال إيه؟ أدي على طول الركنية العالية فوق يا ولد ولكن برافو. النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نجم الأرسنال طبعا ومانشستر سيتي الكبير. هنا انطلاقة تاني من جديد هنا انطلاقة من جديد. لا 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 يا ولد يا ولد يا ولد. كلود أمين أسد 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 بالفعل أسد كلود أمين في الوقت المناسب. محمد موسى علي عفيف بس طولي عظيم 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 ولكن على طول على طول تعدي من سعد الدوسري وتعدي كمان. برافو يا ولد في الوقت المناسب. يعود من تاني الى زيزو يصوب خوخي معلم في الوقت المناسب. شفت المساكني عمل ايه؟ هو سر من اسرار اللعبه دي حتى الان. بيحاول ادمسون المره والثانيه الى المعز ويصوب ولكن الى ضربه المرمى الى ضربه المرمى. يا سلام يا سلام يا سلام. ساب الكوره لانه ما راحش للكوره. بص راح عمل الاعاقه. بص رجليه الشمال رايحه تمنع مش رايحه تحجز عشان ياخد الكوره. هنا السؤال بقى والكلام هل دي هتعتبر ضربه جزاء ولا لا؟ ما فيها شيء. قال له ما فيها شيء. قال له ما فيها شيء. اعتبر انه بيحجز على الكوره عادي يبدو ذلك. فعلا ما فيها شيء. انا سامعه وهو بيقول ما فيها شيء. خروج خالد محمد ونزول مهند علي. ضربة حرة علي عفيف إلى ميمي ولكن إلى ضربة المرمى. ما عندوش مشاكل وهو على حدود منطقة الجزاء يلعب الكرة بدماغه كما لو كان أي حد بيشوطها برجله. بص ثقته في نفسه وفي رأسه. مهدي بن عطية وش رجله الخارجي بشكل جميل. المعز كعب رجل. تعود من تاني ويونج إلى المساكن. النمس 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 التالت ولا إيه؟ التالت ولا إيه؟ التالت ولا إيه؟ الدحيل الله عليه. التالت ولا إيه؟ إدملسون الله عليه. خدمة توصيل الطلبات للمنازل. بص شوف النمس المساكني بيعمل ايه. بص شوف المساكني بيعمل ايه. وإدملسون الله عليه بالتلاتة بالتلاتة. الدحيل يتقدم على الزعيم 3-1. قدم السد هدف اول باقدام الهيدوس. جاء الرد عظيما قويا كبيرا بل عنيفا وكان للمايسترو المساكني دور كبير. بص المساكني بيعمل ايه. بص النمس يا نمس يا نمس يا نمس. بينما إدملسون يتحرر من الرقابة ويسجل ثالث الأهداف لموهوب برازيلي لا يخاف. 3-1 للدحيل. 3-1. عنصر التحول من الدفاع للهجوم أحد أهم سمات الرياضة عموما وكرة القدم تحديدا أو خصوصا. في الزاوية البعيدة هناك في الركن البعيد الهادي
هناك في الركن البعيد الهادي لتصبح 3-1. يا سلام يا سلام، التحول من الدفاع للهجوم. مهند وسرعته، مهند وانطلاقته، هو الخوخي واحد على واحد هيعدي هيفوت، لكن خوخي بيغوي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شوف ضغطه عليه، وفاول لصالح نادي السد. تشعر ان مهند اسرع من خوخي، واللياقة البدنية في حسم المواقف الفردية والجماعية. أحمد ياسر بيحاول، عندك إنذار قبل كده يا أبو حميد، عندك إنذار قبل كده يا أبو حميد، إنذار تاني وكارت أحمر، إنذار تاني وكارت أحمر في أهم لحظات المباراة. ولكن فارق 3-1 غير 2-1 في الظروف اللي زي دي، لكن في كرة القدم كل شيء جائز. بص هنا متيهي ذكي، راح حط جسمه قدامه عشان يعمل معاه فاول، فاول فعلا، وعطله عن هجمة واعدة. خلي بالك عبد الكريم، الناس زعلانه منك، لكن قيمتك كبيره يا ولد، قيمتك كبيره. امال ايه؟ ادي الانطلاقه من جديد، فرصه الرابع، رباعيه. نعم، يستعيد ذكريات كاس الامير وهداف اسيا الاول، يسجل رابع الاهداف رغم اللعب ب10 لاعبين، الا انه لا تراجع ولا استسلام عن تكمله المشوار وتحقيق من جديد انتصار. وبالاربعه المقنعه يستحق نادي الدحيل في الشوط الثاني التاكيد على انتصاره وهبته.